مباشر من مجمع الشياح الرياضي لبطولة الأندية العربية ل 31 بالباسكت بول. من بعد ما تابعنا انتصار فريق الهومنت من شوي، وهو الفوز الأول للفريق اللبناني بطل العرب من بعد خسارته بأولى مبارياته بهالبطولة على حساب نادي الفتح السعودي. كيال مرحب فيك مرة جديدة. هاي هاي جور، يعني برافو هومنت من أهم شيء. كلنا مع لبنان بهالبطولة، هومنت من ونادي بيروت ان شاء الله يوصلوا، ليش لا نهائي يكون لبناني بهالبطوله، شو رايك؟ ان شاء الله لا، ان شاء الله ايه سوري ان شاء الله ايه ان شاء الله يكون الفاينل اللبناني. هلا رح نكون بمباراه فريق النصر ضد الفريق العربي، مباراه مهمه اكيد، مباراه مهمه لالهم، تنشوف كيف رح يكون هالجيم. امبارح كنا تبعنا فريق العربي باول مباراه لاله، مشاهدينا قدم صورة حلوة رغم خسارته مع الاتحاد الاسكندري، بس قدم كان كلوز جيم، بيرجع صار الفرق 12 نقطة. صحيح، اليوم مبقعين كمان مباراة قوية، الفريقين بحاجة للفوز ليحيوا أملهم التأهل للأدوار الربع النهائية ويتابعوا مشوارهم بالبطولة. نحن راح ننتقل بعد شوي للتعليق على هالمباراة اللي بعد دقائق قليلة راح تنطلق وانتباعها بشكل مباشر وحصر أكيد على ون. خلوكم معنا. كوتش حاتم، هاي اول شيء بدنا نسالك، من بعد ما تلقيتوا خساره امبارح بفرق 12 نقطه، هل قدرتوا تحضروا الجيم وتشوفوا شو القصص اللي فيكم تصلحوها تاليوم تقدروا تفوزوا بالمباراه؟ الحمد لله على كل حال، انه امس سوينا مباراه كبيره بكل صراحه، وحكيت لك امس على المباشر انه فريقنا جاء البطوله هذه بدون مباريات وديه، فاول مباراه كانت لينا بالفريق، في كثير لعيبه جاوا اعاره من فرق ثانيه، فكانت لهم اول مباراه، ما في كمستري في الجيم. لو لاحظت انه في فترات نلعبوا في مستوى عالي وفي فترات كنا سيئين خصوصا دفاعيا، حاولنا نصلحوا بعض الاخطاء الدفاعيه اكثر شيء، خاطر احنا ركزوا على الدفاع اكثر من الاوفانس. مهما كان مع الفريق المصري 76 نقطه عدد مهم في الباسكتبول، اما ما معقول انك تقبل 84 نقطه، فحاولنا نصلحوا بعض الاخطاء الدفاعيه. ان شاء الله نكونوا في احسن مستوياتنا اليوم، خصوصا رح نلعبوا مع منافس شرس نادي النصر السعودي مع مدرب محترم، فخوفنا كل الخوف من المباراه هذه. نتمنى لكم كل التوفيق. مشكور مشكور. شكرا جيال، بعد هالمقابلات اللي جريناها كمان رح ننتقل مره جديده لزميلتنا جيال بمقابله جديده قبل انطلاق المباراه. كوتش وجدي، اولا مرحبا، خبرنا كيف محضرين لجيم اليوم، مع العلم انه صار عندكم فوز واحد وخساره واحده، كيف شايفين الفرص اليوم بالفوز؟ والله ان شاء الله الفرص متساويه، لكن احنا للاسف عندنا اللاعب الامريكي السنتر حقنا عنده اصابه فما راح يشارك اليوم، نحاول انه نخلي حظوظنا متساويه في الجيم، نحاول انه نركز، هذا كلام اللعيبه قبل المباراه. وفي الاخير هي البطوله ككل والمباراه هذه، نحاول ان نعد لعيبتنا حتى يكونوا جاهزين للدوري والكاس. شكرا لك، نتمنى لكم كل التوفيق. شكرا لك. ثانك يو جيال. اذا وقت قليل وبنرجع الى اجواء المباراه، ومع انطلاقه طبعا هالمواجهه المهمه بين العربي القطري والنصر السعودي، مثل ما ذكرنا يعني مثل ما قالت جيال من شوي، الفريق العربي لهلا لاعب مباراه وحده، كان خسره مع الاتحاد الاسكندري، بوقت فريق الفتح السعودي او فريق النصر السعودي كان خسر مباراه وربح مباراه. لهلا عم نشوف الستارتنج لاين اب بالفريقين بتشكيلة فريق العربي. أكيد كنا تبعنا امبارح لاعب مميز كثير، هو اللاعب خالد عبدي، كان هداف فريقه امبارح وهداف المباراة بمواجهة الاتحاد الاسكندري، عم تشوفه بالفيرست فايف أكيد. وتشكيلة فريق النصر مع لاعبين من الولايات المتحدة الأمريكية رح يكونوا موجودين، إضافة إنه رح نشوف إذا رح يقدر الفريق السعودي انه يفوز المره الثانيه بوقت فريق العربي كمان بحاجه ماسيه للفوز بعد ما خسر مباراته الاولى. اذا مباراه فيها حسابات كثيره بهالمجموعه الاولى اللي عم يتصدرها فريق الاتحاد الاسكندري المصري بفوزين مقابل اكيد ولا اي خساره، وكلنا ناطرين المواجهه الرائعه الكبيره بين الاتحاد الاسكندري ونادي بيروت، بتصور رح تكون المواجهه على المركز الاول بها المجموعه الاولى من بطوله الانديه العربيه ال 31 بالباسكتبول. فريق الاتحاد فريق النصر عم تشوفوا امامنا بالثياب الزرقاء والصفراء، وفريق العربي عم تشوفوا كمان بالثياب البيضاء والحمراء. رح نشوف
امبارح كانت معنا لاعبين مميزين ايضا بهالفريق القطري مثل ما ذكرنا خالد عبدي، ديلان انكلون كمان لاعب ممتاز لاعب رقم 6، عمر سيك كمان، اليوني داوي، يعني كلهم كنا شفناهم امبارح، كمان سعيد داي وفودا صانع العاب الفريق اللي متوقع كمان عم تشوفوا اليوم التشكيله الاساسيه. وبالارقام ثانك يو غايال، امبارح بالارقام يعني مثل ما ذكرنا خالد عبدي عنده 30 نقطة بمباراة امبارح، كمان 16 نقطة كان عم يسجلها ديلان انكلوم اللاعب رقم 6 اللي ذكرني من شوي، كمان أحد أبرز اللاعبين، بوقت بآخر مباراة كمان لفريق النصر السعودي جاد الجوادي كان معه 22 نقطة، ووين أرنولد 17 نقطة اللاعب الأمريكي. رح نحكي اكيد كثير عن الفريقين، كان عن فريق النصر او عن فريق العربي خلال المباراه، الفريق العربي اللي تم انشائه عام 1972 واندمجوا بفريق واحد، كانوا فريقين نادي التحرير ونادي الوحده، اندمجوا بفريق واحد سموه فريق العربي القطري بعد غياب 23 سنه عن منصات التتويج، استعاد لقب بطوله الدوري القطري بالموسم الماضي ليحقق اللقب الثامن بتاريخه، وفاز بالنهائي على فريق الوكرة والريان، كان عم بيحرز الريان اللي دائما معودنا يفوز بالالقاب، ما قدر يوصل السنه الماضيه للمباراه النهائيه ببطوله قطر، هو اللي ربحانا 17 مره، كلنا بنعرف اكيد فريق الريان بالمشاركات العربيه والاسيويه. رح نحكي بعد شوي كمان عن فريق النصر، بس رح نكون مع بدايه المباراه والجامبول الاولى والاخيره طبعا حكم المباراة أو حكيم المباراة عادل خويري ربيع المصري من لبنان ومحمد منشاوي من مصر كمان من لبنان، وحكم من مصر أيضا عم يقودوا هالمباراة ضمن المجموعة الأولى للبطولة العربية يلي بتضم الاتحاد الإسكندري، نادي بيروت اللبناني، النصر السعودي، العربي القطري وأهلي سيداب من سلطنة عمان. انطلاق المباراة والطابية الأولى مع فريق نصر، وأول تسديدة خارج السلة، فريق العربي امبارح شفناه خطير بالشوتينج خاصة عبر خالد عبدي وعبر ديلان تحت السلة، كمان عنده حضور كثير كبير مع عمر سيك واليوني نداوي وسعيد نداي، عم شوف نداوي رقم 10 مقطوعه ستيل حلو كثير من اللاعب رقم 9 جاد جواد اللي بسجل اول لقطتين بهالمباراه، وتقدم سعودي صانع العاب الفريق القطري فودا لعمر سيك، عمر لديلن، امبارح بيج جيم لديلن بمواجهة الاتحاد رغم خسارة الفريق القطري، تحت السلة مع الهداف الفريق خالد عبدي اللي عم بيفتتح رصيده بهالمباراة من بعد 30 نقطة سجلها امبارح بمواجهة الاتحاد السكندري، حط نقاط من كل المسافات امبارح، بيرد هون الفريق السعودي ما بينجح عن 3 بوينتس ريباوند وانطلاعة جديدة، فريقين عم بيلعبوا شوي بحذر ببدايه المباراه على عكس مباريات امبارح اللي كانت اسرع من البدايه، فودا ولا على السله كمان تمريره خاطئه من الداوي، نتائج رح نذكرها لهلا تسجلت بالبطوله لما يصير عندنا وقت اكيد خبركم عن كامل نتائج الفرق ببطولة الأندية العربية ال 31 اللي عم يستضيفها نادي بيروت بمجمع شياح الثقافي الرياضي، على الميد رين شوت ما بيسجل، ريباوند كمان بضل مع الفريق السعودي، تحت السلة كمان خارج السلة من اللاعب رقم 15 حسن علي دالن عن 3 بوينتس بينجح 5-2، لاعب مميز جدا ديلان انتروم
خطأ، خطأ واضح بالموفمنت خلال الديفنس. وأول تبديل يقول طونجي لوغومبو. طونجي لوغومبو إذا عم يدخل إلى أرض الملعب، اللاعب رقم 8 امبارح شفنا لطونجي بالمباراة. أول مشاركة له تسديدة ثلاثية برد، حاول يرد فيها على تسديدة ديلو ما بينجح. فودا مع فودا لطونجي، 3 بوينتس كمان خارج السلة. فريق النصر ما ذكرنا فوز وخسارة لهلا. سلة حلوة كثير للاعب رقم 10 أرنولد وين اللاعب الأمريكي. فريق النصر خسر أول مباراة له مع الاتحاد الإسكندري بفريق كبير، رجع فاز بالمباراة الثانية على فريق أهل سيداب من سلطنة عمان. وهون 3 بوينتس حلوة كثير لطونجي، لاعب شوتر بين واضح انه وظيفته بالملعب هي التسديد عن ثلاث نقاط. طبعا الى جانب مساندة زملائه بالمهمة الدفاعية. كمان محاولة رد من فريق النصر ما عم ينجح. طونجي كمان المرة بيدخل على السلة، حلوة كثير بنتريشن ولا أحلى، بيعلي الطابة. طونجي لوغومبو سلاح فتاك عم يعوزه اليوم الفريق العربي اللي اكيد عم بيطمح للفوز الاول له. كمان ضياع شوي بالهجوم هون الفريق النصر، ما في تمريرات بين اللاعبين. عمر سيك مقطوعه منه، فاست بريك هل رح تصفر عن سله 3-1؟ فعلا بكل سهوله بيسجل اللاعب رقم 9 جاد جواد لفريق النصر 10-6 عن 3 بوينتس. طونجي ما بينجح المرة كمان، خطأ على جاد، خطأ على جاد، ما في باسكت أكيد. 4 دقائق و8 ثواني عن طلاء الجيم. شوف الخطأ هون من فودا على جاد جواد. طابة لا جد بيسلم على لوبوست زميله رقم 14 ايوب هوساوي اللي بيسدد على البورد وبيسجل. حلو من ايوب. 10-8 فودا. طونجي بيطلب بلاي فودا. حلوة كثير بفضيه، حلوة كثير، حلوة كثير البلاي. ودائما المسجل هداف فريق خالد عبدي. فعلا البلاي كثير حلوة فضوه لزميلهم بشكل رائع. 13-8 السلة. فيد اواي شوت خارج الباسكت، كمان فوتها من جديد انطلاقة للفريق العربي. خالد لاعب خطير 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 جدا بالشوتينج. موف تحت السلة على البورد ما بينجح. ريباوند وانطلاق رجعت فريق النصر. حلوة كثير تمريرة لكن ارتداد دفاعي ممتاز من ديلن. برافو، عودة مهمة جدا بالدفاع على عكس عودة او لا ناجحة عودة فريق النصر. كانت بين سلة سهلة لفريق العربي بس كمان حضور دفاعي مميز بهالكرة الأخيرة. فودا خطأ واضح، خطأ واضح. رجع نشوف الفاول واضحة جدا من جابر كادي على فودا. ديلن هيدوي شوت حلو كثير شوت ديلن. خمسة عشر ثمانية تقدم فريق العربي. بحاول يرد هون اللاعب الامريكي بصفوف النصر ارنولد وين. عم بيسجل باصرار كبير ارنولد. 15-10
أربع دقائق، أقل من أربع دقائق عن نهاية أول كوارتر. كمان ديلان هيز هات، ديلان واو 18-10 ما عم يتهدى. الثنائي ديلان وخالد عبدي لازم ينتبهوا منهم كثير، فريق النصر بحال أرادوا أن يفوزوا بهالمباراة. بس لهلا واضح أنه مش منتبهين عليهم أبدا، مش قارين جيم امبارح بشكل مضبوط ليدافعوا عن هالدفاعين الكبار. كمان ريباوند جديده متسرعه على فريق النصر، انطلاقه جديده السله حلوه كثير. دبل تيم طنقي، ما في خطا، بتابع عمر سيك، سله محتسبه والتايم اوت اكيد لفريق النصر. 18-10 النتيجه. في احتكاك كان هون، سلامات ل طنقي لوغومبو. نرجع بنشوف طنقي خلع السله اول مره، ما سجل. ريباوند من عمر سيك بيسجل، لكن لاحظوا تحت تحت الباسكت شو كان فيه. فعلا فريق النصر مطالب باداء جماعي اكثر خلال هالمباراه. 20-10 نتيجه، فريق كبير باول كوتر، بعد فيه 3 دقائق و7 ثواني على نهايته. نرجع لاجواء الجيم طابعه مع فريق النصر، محاوله بناء هجمه جديده لنشوف اذا رح يتحسن الاداء من بعد هالتايم اوت. جابر كعدي، لا جابر بدخل على السلة، بيسجل جابر. بقول صعب كان وجود ديفنس القطرية، لكن بينجح. 20-12 فودا. ياخذ هو شوطة الميد رينج وبيسجل هالمرة. امبارح أضاع كثير من التسديدات فودا، لعب منيح كصانع ألعاب بس من ناحية السكورينج ما كان موفق. 10 نقاط بترجع الفارق، دقيقتين و20 ثانية تقريبا على النهاية. وين؟ لعب الأمريكي تحت السلة، في ديفنس ممتاز، في عمالقة تحت سلة فريق العربي. كمان هون تسديدة صعبة كثير لجابر، ريباوند جديد للعربي وانطلاق ديلان. لاعب الأمريكي 22 سنة بس ديلان، تخيلوا لاعب صغير عنده مستقبل كبير هاللاعب. تحت السلة عمر، واو سهل كثير، واذا لحق فعلا جاد جواد بيطلع يعطي تمريره لزميله. برافو من فودا، اكيد الدفاع ممتاز، عطل الهجمه. كمان في دوي شوت ما بينجح، ريباوند. يعني اذا هيك فاست بريك ما استفاد منها فريق النصر مشكله. ديلان بياخذ تسديده سريعه على 3 بوينت، واو واو يا ديلان، من ابرز الهدافين عم بيكون بهالبطوله. 25-12، 11 نقطة لديلان، 5 نقاط لخالد عبد. بركز ناحية التهديف على هاللاعبين لأنه هن اللاعبين الأبرز من ناحية سكورينج بفريق العربي اللي رايح لينهي الكوارتر الأول بتقدم كبير يبدو. طنقي والسلة حلوة كثير من تاني ميل،
يطلع بالشمال بيسجل باليمين 27-12. فارق عم يكبر يكبر، كمان تسديدة سريعة هون، ما عم يكون في بلاي واضحة بفريق النصر، تسديد سريع ما عم يكون في تيم وورك. عمر سيك كمان تحت السلة ما عم يتهدى، لا لا بده يلتقى حلول ضرورية إذا أراد فريق نصر أن يرجع لأجواء الجيم، لأنه الفارق صار كتير كبير 29-12. 25 ثانية يعني نهاية الكوارتر الأول. ديفنس ممتازة، في تركيز كبير للفريق العربي بالدفاع اليوم. كمان ديلان بلوك شوت حلو كتير، برجع بيتابع مرة ثانية، ما في باسكت. أوه في خطأ، في خطأ نزل عليه للاعب الامريكي هون، بس روح رياضيه كبيره من جابر كعدي مع ديلان. في ثانيتين فاصل ثلاثة، لاحظوا شو صار، صراع على الريباوند من بعد محاولة التسديد ومحاولة ستيل، بس ابدا. اذا الكورتر الاول 29-12، تقدم كثير كثير كبير للفريق العربي القطري على فريق النصر السعودي. نذكر هالمباراة هي ضمن منافسات المجموعة الأولى لبطولة الأندية العربية الـ 31 بالباسكتبول. ما تخلصش وما تسيب الكورة، بصير مشكلة كده، مشيها الكورة، مشيها، مش على التضييع يا حبيبي. في ناس ما بتمشيش لسه، عندنا 14 دقيقة. حسن 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 ولا تاي ولا تانجي، تانجي بيضل ما وانت بتضل ما تلعب تانجي. نرجع لأجواء الجيم 29-12، كوارتر كارثي كان على فريق النصر السعودي، وقت فريق العربي كشر عن أنيابه وعم بيأكد فعلا أنه ما أنه جاي بس بهدف المشاركة ببطولة الأندية العربية، هدفه المنافسة على لقب، وقادر صدقوني قادر فريق العربي يكون من المنافسين على لقب البطولة. عنده أسلحة مهمة كثير بالفريق تحت السلة كثير منيح، وعنده هدفين مميزين خاصة مثل ما ذكرنا ديلن وخالد عبدي. ممكن كثير يكون من الفرق بشكل خطر بهالبطولة. دخلنا اثنين مباراتهم مع نادي بيروت. ديلان على الميد رينج، واو واو ممتع جدا فعلا. ديلان حلو كثير نحضر هيك لاعب، عنده هالمست العالي بالتسديد وعنده ثقه كثير كبيره بشوطه. 31-12 فارق، زيد خطا، شيك فاول، اوفنسيف فاول على اللاعب جابر كعدي. رجع عم نشوف الاعاده شو اللي صار، جابر استعمل استعمل كوعه كتفه على السله على فودا. لاحظوا ايده طنجي، وين على دخول اللاعب جديد فريق العربي لعب رقم 25. سديده من فودا، مصائين الشباب اليوم. اذا خالد عبد الباسط دخل على الملعب بفريق العربي اللي عم بوسع الفارق 34-12، 22 نقطة بعدنا ببداية الكوارتر الثاني بهالمباراة. هل ممكن نشوف نتيجة ساحقة
الامن. فريق نصر يرجع لاجواء الجيم. محظوظ فاول هون واضح واضح. تكنيكال فاول او لا تهديد بالتكنيكال فاول. بيقول له الحكم عادل لخالد عبد الباسط ضروري تحط تي شيرت تحت الشورت او في تكنيكال فاول. وين؟ عن 3 بوينتس ما في غير هالحل، يعني في مشكله اذا بس هيدا هو الحل هجومي عن فريق النصر في مشكله كبيره. هون ستيل نجح بس مش لوقت كثير، كمان ضياع ضياع للفريق السعودي. في مشكله عم يعاني منها فعلا واضحه ارض الملعب فريق النصر. بلكي يمكن هالبدايه السريعه للفريق العربي قد ضيعت الفريق السعودي بهالمباراه. امبارح ما شفناه بهالاداء، كان اداء جيد الفريق السعودي كان عم يفوز على اهلي سداد العماني. هون كمان بوشن فاول واضحه لاعب خالد عبد الباسط سبورتينج طابق لفريق النصر. السله وين؟ عن 3 بوينتس لحاله بيسدد وبيسجل اللاعب رقم 5 مهنا تركي او تركي مهنا بتحرى رصيده بهالمباراه. ستيل يلا بدنا عوده لفريق النصر لتحلى شوي هالمباراه. كمان دخول على السله بس خلص ما في متابعه ما في متابعه. طب بترجع لفريق العربي طبعا في ترافلينج رجع لمس الطابه من بعد قطعه كورنين. هذا الشيء ما لمست السله ما لمست السله الطابه مشان هيك ممنوع يرجع اللاعب يدق نفس اللاعب يدق الطابه بعد ما يسدد. جديده هون من وين؟ ما بينجح. ريباوند لديلن وانطلاقه للنجم الامريكي صاحب 22 سنه طول متر و 2.9 سنتيمتر. المره بياخذ تمريره حلوه كثير بس بيتاكشر بوجه لعمر سيك. تفضل ما يسدد هالمرة ديلن. بفضيه لزميله كمان اللاعب رقم 5 اللي كان فريقنا تسديده من شوي ناجحة تركي مهنا ما بينجح هالمرة. فودا كمان ستيل كمان تون اوفر جديد الفريق العربي لشو عم يتسرع بهالكورتر الثاني. كمان بيتخطى الدفاع حلو كثير يا تركي حلو كثير يا تركي. تايم اوت هالمرة لفريق العربي. لحظة تركي شو عمل على تنجيه بايده الشمال سجل بيقلص الفارق. هذا الفارق كبير ممكن كثير فريق مصر يرجع شوي لاجواء المباراة بهالكورتر الثاني تيفوت بشكل افضل بثاني قصة من الجيم الكورتر الثالث والرابع. ضروري يعمل كامباك هلا. امسك كوره امسك الملعب ماشي السيستم كوز بلاي. عمر دونك ستوب عمر سو بليز اجريسيف مون امي سو بليز اجريسيف سو بليز اجريسيف بوكوت دي ويل نوت كول ذا فاول دونك شو ولا انجليش سايد افيك افيك فلاش بترجع بسرعه لوبوزيت سايد هي اللي حاضره راح تعيد اوكي سوي فلاش بترجع كل مره تشوف نرجع لاجواء المباراة. ايوب
سبع دقائق. الكورتر الثاني بداية أفضل فيها الكورتر لفريق النصر، أفضل بكثير من أول عشر دقائق. على المنصة الرسمية تجمعنا دين حكيم جحمد المسيح كوت كران وطارق كرم تونجيت حلوة كتير هالريليشن بين اللاعبين. ارتكاز دائما نحكي عنها، لاحظوا كيف تصفر دائما عن سلة لما الارتكاز يطلع على خارج المنطقة ويقدر يقشع زميله تحت السلة. هذا الشيء اللي بيعمله الفريق العربي. ديلان وين قول رائع لوين على السله بتاعنا في باسكت. اختراق أكثر من رائع بإيده الشمال. وتسديدة ناجحة. ثاني كمان وين فودا تونجي حلوه كثير كمان. لاحظوا التمريرات الرائعه دائما عم تصفر عن سله بين تونجي وسيدو. سيدو داي او سعيد داي والكمان على البيز لاين وبايده الشمال بيسجل اللاعب رقم 14 فريق النصر ايوب مساوي. سلة جديدة للفريق العربي. فارق بعده كبير 40 و21. كمان على البيز لاين ديفنس من تونجي اللي بعده عرض الملعب بيعمل شغل ممتاز. التمرير في الديل وقبل ريباوند فايز كبير لتونجي. يعتبر لاعب بيلعب بكذا بوزيشن تونجي، مش بس بيلعب ارتكاز 4 او 5 بيلعب 3 كمان وحتى 2. عنده شوطه ممتازه. سعيد داي كمان بيسدد هو ارتكاز الفريق العربي. وين وفق كثير وين اليوم بينجح. فودا مين لحظه كان عم يطلع يعمل له بلوك سعيد لتونجي. فودا بيطلع السلة ما في فاول بيسجل. فودا بيسجل سلة لفودا مش لسعيد داي. دبل سكور 42 21. 4 دقائق و20 ثانية يعني هيك الكورتر الثاني. السلة وين لوبوس تمريرة حلوة كثير حلو بقوة كبيرة بيسجل لاعب رقم 15 بفريق النصر حسن علي. سعيد داي ديلن ياخذ عن 3 بوينتس على الزاوية ما بيسجل هالمرة. المرات النادرة اللي بيسجل فيها اليوم ديلن الأمريكي. كمان فضي حاله اللاعب السعودي ما بينجح اللاعب رقم 9 جاد جواد.
وين ميد رينج شوت حلو كثير هالشوطة حلو كثير فيك دير بياخذ الجامب شوت تبعه كودا تانجي كورة على السلة جسم حلو كثير لتانجي انستوبل الا بفاول او بدنا نعمل عليه تراب دبل تيم الديل الجديد في الفريق العربي بقول اللاعب رقم اثنين جوي تالا وتسديدة خارج سبعة نقاط ريباوند واثنين اسيست صيته لهلا بدين تانية كمان هلا حيرت فريق النصر وين هلا بالبلوك وين كمان بياخذ تسديد عن 3 بوينتس بيسجل فتحت معه فتحت معه اللاعب الامريكي خمس نقاط على الطويلة عم بيقلص الفايدة ل 14 نقطة بعد ما في شيء بالجيم ثلاث دقايق على نهاية الكورتر الثاني سعيدو داي ديلن جامب شوت حلوه كثير فاول باسكت واو وقت يكون فريقه بحاجه لاي سله بيكون حاضر ديلن بيثر رصيده ل 13 نقطه بلاحظوا كيف بيستلم ايده الشمال بيدخل على السله في ديفنس ما فرقنا معه بيطلع جامب شوت عالي كثير لاعب طويل متر 98 بيستفيد ما بيستفيد من الاكسترا شوت اللي عنده اياها. فين 16. كمان. طبي لجار دوت لوين كمان حس حاله انه ايده فاتحه. ما بيسجل هالمره. بهالميد رينج شوت. اللاعب الامريكي. تانجي. لا تانجي مرة جديدة عن 3 بوينت ما بينجح ريباوند تحت السلة كثير كثير عالي عم بيكون لاعب ارتكاز سعيد الداي كثير عالي لاحظوا موف حلو كثير جول تندينج واضحة الموف اللي عمله سعيد الداي 46 22 وين بعده عم ياخذ تسديد سريع بعده عم بيكون سريع ما بعرف يعني عم بضر فريقه اكثر ما عم بفيده وين عم بكون في هجمه منسقه للفريق السعودي طبي بيتابع تسديدته مره ثانيه ما بينجح ريباوند استلم على البوست يبرم فيد اواي شوت بينجح بينجح اللاعب رقم 15 فريق النصر حسن علي 16 نقطة دقيقة 10 ثواني على نهاية ستيل ستيل من جد إذا بتكون ايزي باسكت بلوك شوت شو حلو هالبلوك شوت شو حلو هالبلوك شوت من اللاعب خالد عبد الباسط على البورد مزق له اياها كانت ايزي باسكت لجاد جاد جواد وين طلع القطع هالمره رجع بتشوف ستيل جاد ريح على الايزي باسكت كان طلع شايف انه مرتاح لكن اوه شو حلوه اجمل لمحات اجمل لمحه بالمباراه لهلا البلوك شوت للاعب خالد عبد الباسط ما في ابدا خطا فيها وين سجل اول 13 نقطة بيدفع رصيده اللاعب الامريكي وين ارنولد لاعب جناح متر 93 سنتيمتر 34 سنة لاعبين بايسلند بالنمسا بجورجيا كمان باليابان اربع مواسم
وجه من بعد للبلاد العربية، لاعب الأهلي المصري، الغرافة القطري، جمعية سلب المغرب، وهلا حاليا مع مصر السعودي. تايم اوت. تركي 1-3-1-3 ديفنس. ايه الجول جو ذا كورنر وباك 3-2. مين يروح كورنر؟ باك 2-3. مين يروح كورنر؟ اوكي هذا اللي تبغاه. وش الجول الاول؟ ستاج سكرين 4 دي. تانجي اند سيدو. ديكال لا ستاج سكرين 4 دي. دي ديريكتومون جو اب سو فور شوت ري بول. ساي ساي. اه. ابريك تي دي ان با. جت ذا بول. جت ذا بول. جت ذا بول فاست. فينش درايف. اسمع. نرجع مرة جديدة لجويل جيم، أقل من 50 ثانية على نهاية الكوارتر الثاني، التقدم يعني كثير كبير 14 نقطة على عكس ما شفنا وصل ل 20 و21 نقطة بهالجيم. البلوك شوتس عم نشوف أمامكم مشاهدينا، ثلاثة للعربي، اثنين للنصر. اكيد الفريق العربي ثواني تمشي الشوت بلوك. ليلان تحت السله، خطا باسكت، خطا اذا سله محتسبه للاعب رقم خمسه سعيد ومداي. لاحظوا كيف اخذ البوست، ما حدا عم يقدر يهدي، ما في لاعب ارتكاز حقيقي. لاحظوا تشكيلة فريق النصر، ما في لاعب عنده السايز اللي عنده اياه سعيد ومداي تحت السلة، من الصعب جدا ايقاف هاللاعب هيدا. اكيد مدرب الفريق العربي عارف تماما وين نقاط ضعف خصمه، بيلعب عليها. سعيد اليوم عم بيقدم جيم جيدة جدا لهلا، معه ست نقاط، ثمان نقاط، وهلا بزيد رصيده اكثر. تسع نقاط رصيده مع ثلاثة ريباوند، بيرجع الفارق 14. نص دقيقة على نهاية الكوارتر الثاني، فريق النصر كمان بمحاولة جديدة، التسرع هو عنوان هجماته كان عم يكون. لاحظوا كمان مرة وين راح حاله عم ياخذ مبادرة، اوكي عم ينجح بس تسديدة سريعة، تسديدة سريعة، فارق 14 جديد. اخر هجمه مبدئيا بهالمباراه لفريق العرب، مستهلك الثواني على الاخر. ديلن ياخذوا التسديده البعيده، دعانا كاد يحطها، بيتابعها زميله كمان مره ثانيه، معقول بيتابعها خالد عبد الباسط، ما بتتسجل. والكوارتر الثاني عم يخلص، اذا 49-35 تقدم فريق العرب القطري على النصر السعودي. شوط اول ممتع مشاهدينا تابعناه على 1. نحن رح نتوقف لدقائق ونرجع لمتابعة القسم الثاني من هالمباراة من مجمع الشياح الثقافي الرياضي ضمن البطولة العربية الـ 31 بالباسكتبول.
نشر اجواء المباراه القويه بين العربي القطري والنصر السعودي ضمن منافسات المجموعه الاولى لبطوله الانديه العربيه 31 بالباسكت بول. بعد ما كنا تابعنا اول اثنين كوارترز كان الفارق 14 نقطه، الفارق 16 حاليا، وعم تشوف تو فري ثروز لتونغي اللاعب اللي برز باول قسم من الجيم. نذكر فريق العربي القطري عم بيخوض ثاني مباراه له بالبطوله من بعد ما خسر امبارح مع الاتحاد الاسكندري، مباراه كانت قويه مع الفريق المصري، بوقت فريق النصر السعودي كان ربح اول او خسر اول مباراه له مع الاتحاد ورجع فاز بالمباراه الثانيه على اهلي سيداب من سلطنه عمان. هيدي ضمن المباراه ضمن منافسات المجموعه الاولى اللي بتضم ايضا الاتحاد الاسكندري طبيعة الحال، بيروت اللبناني، وأهلي شداب من سلطنة عمان. خمس فرق بكل مجموعة بهالبطولة. ديلان عن 3 بوينتس مش معقول، بعد ما عم يمارس هوايته اللاعب الأمريكي. رصيده ل 18 نقطة بالجيم، ترك حاله كثير هون اللاعب رقم 11 يزيد دوسري. توصل لجاد، جاد جواد، هي مقطوعة ستيل، انطلاقة من خالد لديلن، 20 نقطة لديلن على السكت، على رواق بحط نقاطه ديلن. لاحظوا مرة تمريرة حلوة كثير كمان من لاعب بعد ما شفناه مضبوط بهالمباراة، خالد عبد الباسط. خالد كان سجل بجيم امبارح مع الاتحاد 30 نقطة، اليوم معه 7 نقاط لهلا، بس لاعب كبير هداف طراز عالي. لو تلعب تلعب الوايت وايت المفروض دي ذا وان اون ذا هاي باس يجو اب يجو اب جو اوبوزيت خالد فلاش ان ميد باس ان ايفري تايم جو كورنر يلا 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 والله ما عندي فاولات والله ما عندي فاول حاول ياخذ منه سويس بس ما ياخذكش بجسمه، خذ منه سبيس صغير ويز فودا اي مع فودا هون لما يجيك سكرين وي فودا جيت سكرين وش يور مان اند وات سمول سمول هيدز اند كم باك فور يور فودا بيعمل بسرعه برجع لي هو نو سويتش نو سويتش 1 2 3 يلا سكوف نرجع للجيم. طابق مع فريق النصر متأخر ب 21 نقطة، يعني عم بيحاول يقرب 14 نقطة فرق، بس الفريق العربي بيرجع بكبر فارق سريعا كما قلنا، معه أسلحة هجومية ودفاعية مهمة كثير تحت السلة وكمان على مركز الجناح. وين عم ياخذ تسديدات سريعة كثير، لاحظوا كمان هون لحاله 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 عم بيلعب اللاعب الأمريكي، ما في هيك بكفي فريق النصر، بيرجع بيستلم هون وين يعطي زميله كمان مقطوعة ستيل فات بالعجقة اللاعب رقم 9 بوقت بلوك شوت حلو كثير على فودا بيعمله اللاعب أيوب موسوي. عم نشوف البلوك شوت من أيوب على فودا حلو كثير. تونغي ما بيسجل، بيرجع بجيب ريباوند بس كمان مرة ترجع على فريق النصر، انطلاقة جديدة في الدفاعي حلو كثير لفريق العربي، برافو، عودة رائعة لخالد كمان يعطي ديلان بكل سهولة بكل سهولة، سريع بتحركاته ما بيتوقف. لاحظوا كيف طبعا بعد كان بده طابة عالية ديلان يعمل شو، يرجع بيسجل على الرايق، الفريق عم بيكبر مرة جديدة. طب إلى جاد جواد لوين؟
تمريرة حلوة على هيك بدك تلعب يا وين، هيك بدك تلعب يا وين مع زملائك مثل ما قال لك المدرب، ما فيك تلعب لحالك. ديلن شكلها خالد بعد كثير اليوم بده يفرجينا لمحات، مجبور يفرجينا لمحات خالد عبدي. تين جديد عملية حلوة كثير دخول على السلة ولا أجمل من أيوب اللي بديرها الباسكت فاول إن. عم تشوفها حلوة ريفرس لاي أب وفري ثرو أكيد. الناجحة اللاعب أيوب هوساوي أو هوساوي هوساوي فودا مين فاضي معه فودا وقال بياخذ هو المبادرة هيدا اللي بيعمله فودا حلوة كثير فودا على قبيل ارتكاز دون أي خوف مان بعدها بالتسديد الصعب والسريع يا وين ما بعرف المدرب كيف بعده تركه عم بيلعب على هواه لاحظوا لاحظوا دبل تيم عليه منيح اللي مرر هالمرة لزميله اللي كمان ما بيسجل اللاعب رقم 11 ياسر دوسري بوشينج فاول بوشينج فاول على سيدو أو سعيدو داي رجع نشوف الإعادة ديلن عمل فاول مش تصب على اللاعب رقم 5 اللي عم يخرج ليرتاح ومعه خطأين بس وضعه مرتاح احنا بنص الكوارتر الثالث تسديدة وين مرة جديدة كمان ما بينجح اللاعب يا وين يعني معك 14 نقطة صحيح بس عم تاخذ كثير اتمتس بيز لاين بنتريشن على السلة فاول صار عليه خالد عبد فارق 22 لو بيلعب مع فريقه اللاعب الامريكي يعني كنا شفناه غير نتيجه اكيد ما كان يمكن مش تقدم فريق النصر بس اقله كانت نتيجه بعد اقرب من هالفارق 22 نقطه الموجود حاليا في المباراه وين ارنولد 34 سنه يعني لاعب خبره لاعب فريق النصر كانت تسديده هون لخالد بينجح فيها تبديلين مع بعض بنفس الوقت سمعنا المدرب اخرجه لوين من الملعب لانه عم يلعب لحاله واضحه لحظه اكيد مستاء اللاعب الامريكي ديلان اوه كيف ما فيها فيها طابة يعني ان سبورتسمان لايك فاول لانه عربش ديلان يعني لاحظوا شو عمل عربش عليه للاعب ايوب هوساوي اللاعب الامريكي كان عم يحاول ياخذ اوفنسيف فاول بينجح هون ايوب سجل الاولى ديلن ما عليه خطأين هلا كمان وضعه مرتاح ما في فاول ترابل عند الفريق العربي بس خطأين على اللاعبين الفايتين بالاخطاء يعني رقم 5 رقم 6 ورقم 25 معهم تو فاولز بوقت ثلاث اخطاء على اللاعب رقم 7 واللاعب رقم 14 بفريق النصر اللي معه كره حاليا فريق 22 4 دقائق على نهايه الكوارتر الثالث جد صانع العاب فريق النصر دبل تيم تراب ناجحه من فودا
ومن اللاعب رقم 14 كمان بفريق العربي لاعب عمر سيك مشان اكيد ستارتر بهالمباراه. لحظه تراب شوف اكيد اخر شيء كيف طلعت الطابه لحظه دبل تيم. طابه لفريق العربي اذا من منتصف الملعب مع تانكي. مين بلاي لفريق العربي. ديلن بياخذ تسديده 3 بوينتس ما بينجح المره الامريكي. ريباوند لايوب لجد. حاول تسديد كمان اللاعب رقم 7 لاعب سعودي بينجح. حلو كثير من جابر كعبي حلو كثير. ريزا ل 19 3 دقائق ونص تقريبا. هيك الكورتر الثالث. خالد بيرت ديارة ترفض انه تدخل السله. تسديده خالد كانت كثير جالسه. بيرد الفريق السعودي كمان بمحاوله جديده ما بينجح. اللاعب رقم 5 مهنا تركي فودا اوكي بده سبيس تحت واو. خطا واضح ما في غير هالطريقه ليتوقف عمر سيك تحت السله. دغري على ايده اللاعب السعودي لانه مس ماتش. لحظه فرق طول يعني بس 5 سم بين تركي مهنا وعمر سيك بيطول بعضهم. خطا اكيد تكتيكي وقته للاعب السعودي. عمر ودا ديلان عم يستلم. بيعمل ديلان بالشمال بيدخل على السله بيرجع بيجيب ريباوند. هو بيعطيه حلو كثير. هيدا اللاعب اللي عم بيلعب كمان لفريقه. اوكي ما سجل جيب ريباوند ما بيحاول مره ثانيه. شاف زميله فاضي دغري بكبل له تحت السله وعمر اكيد بكل سهوله بيسجل. بيرجع بيعلي الفارق ل 21. عم بضل بالملعب ثواني لازم يسدد الفريق السعودي ما بينجح. هون اللاعب ايوب هوساوي فودا وسريع على السله. تانغي في ترافلين على تانغي. فارق 21 اذا دقيقتين على نهايه الكوارتر الثالث. تبديل كمان بفريق النصر. لاعبين عم يدخلوا على ارض الملعب. عوده وين الى ارض الملعب ومحمد لسلوم اللاعب رقم 13. طابي مع عادل جاد. عادل من جديد ناطر البلوك من زميله. وين بعده مصر على التسديد. وين بعده مصر على التسديد. بعدك داخل عرض الملعب. تبقى طابي مع الفريق السعودي. كمان وين بيستلم جديد. علي ديلن رقابي سلي البوست. صعب كثير خطا لعمر سيك. بيرجع يلعبوا من الخارج الفريق السعودي. عارفين قد ايه صعب يلعبوا لو بوست تحت السله مع وجود لاعبي ارتكاز بسايز كبير عند الفريق العربي. بعد الفارق 21 دقيقة و20 ثانية على نهاية ثالث كوارتر. فودا هي هالهجمة. ديلن ايد وحدة صعب كثير التسديد يا ديلن. جا
جد تلقى طابة حلوة كتير بالعالي لزميله أيوب موسوي، حلوة كتير هاللعبة بين جد وأيوب. فودا بيدخل على السلة، حصل مثل اللاعبين طبيعي يخسر الطابة فودا، وكمان انطلاق لفريق النصر، ارتداد سريع دفاعيا للفريق القطري، وهون خالد بكل سهولة بإيده الشمال ما بيستعرض اللاعب. فريق بيرجع 21، في خطأ، في خطأ على جاد وضع زميلتنا جوانا سعد كمان موجودة دائما كل الأحداث الرياضية بالفوتبول وبالباسكتبول أيضا. اخر ثواني الكوارتر الثالث، 21 نقطة فارق. وين شو بده يعمل؟ بده يسدد وين؟ طبيعي. ما بينجح. اتمتس كثيرة عم يخدها، كثيرة عم يخدها اللاعب الأمريكي. وين أرنولد؟ عم بضر فريقه كثير، معه 14 نقطة. ضيع تسديدات عديدة جدا، آخر ثواني، آخر هجمة رح تكون الفريق العربي، فودا شو رح يعمل؟ بعطي توجيه، آخر محاولة 3 بوينتس بينجح فيها اللاعب رقم 8. وبيختم الكوارتر الثالث بتفوق واضح وصريح، 24 نقطة فرق، 72-48 عم تشوف آخر طابة، تسديدة حلوة كثير، إيد ثابتة، فرجناها تونغي خلال هالمباراة، و 12 نقطة لهاللعب. You play point guard. Okay? You play only one. On joue one. You remember one. D'accord? Thank you. Cut to the other side. Attaque statique, on voit. Il commence là, by on. Donc, s'il fait la passe de ce côté-là, il est là, vous imposez lui. Il le prend. Hassan first. Ayoub first screen. Hassan first. Hassan. Coach, allez à transition. Pass, cut, cut, cut. Chacun, on court à tel, chacun. Il y a un bien. Il fait transition. N'oubliez pas les quatre. Par exemple, Omar il a la passe, Khaled il est ici, fake un quatre, celui-là il va prendre le handoff. Yann, défense, Omar, bravo. رجال أجوال الجيم وآخر كوارتر، فريق كبير لصالح الفريق القطري اللي متجه ليحقق أول انتصار له. هون حديث ودي بين حكمنا اللبناني عادل الخويري واللاعب خالد عبدي، أبرز لاعبين فريق العربي القطري. خالد طنقي ديلن قادر يخش شوط بديل طونغي كمان يلي عم يسدد ثاني ثري بوينت لاله على الطويله من بعد ما انهى الكوارتر الثالث بتسديده مشابهه فارق عم بيزيد ل 27 نقطة بنش بوينت كنا عم نشوفه كمان يعني طونغي دخل على البنش ولحظه قديه صار مسجل لحاله عامل 15 طونغي تسديده هون اللاعب رقم سبعه جابر كعبي عم تنجح 25 ريباوند للنصر 33 للعربي طبيعي يكون محاولة ريباوند لهون باسكت جديدة للفريق القطري طبيعي يعني الريباوند تكون لصالح الفريق الأحمر والأبيض ما في سلة طبيعي إذا يكون تفوق للفريق القطري مع لاعبين الجديدة اللي بيعملوها
بيكون واضح لعبه الجيم هيك. وما عم يستعمل اصلا كل لاعبيه، ما عم يحط لاعبين طوال كثير مع بعض عرض الملعب مدرب فريق العربي، عارف فرق طول لصالح فريقه بهالجيم. بلوك شوت بلاك كمان الفريق طول عم نحكي عنه، سايز كثير كبير تحت السله، دونكي بيرجع بيعمل كنترول لديلن. شو هالسله الحلوه، وقف الجو اللاعب الامريكي، وقف الجو. شو حلوه هالباسكت، شو هاللاعب انت يا ديلن، احد ابرز اللاعبين ببطوله الانديه العربيه بحضر كثير. لاحظوا وين بطير من زيح البوتاي، مش معقول زيح المنطقه، لاحظوا طلع وقف بالجو، تابع فاول ان بايده اليمين. هيدي مستوى ان بي اي هالسنه، لاعب صغير 22 سنه بس قصه شعره كثير حلوه لديلن اللي بيسجل كمان نقطة جديدة، صار معه 25 نقطة لاعب الأمريكي بهالمباراة، الفارق صار 30 حاله. لاعب سعودي اير بول، لاعب رقم 7 جابر، البلينك شوت عن الفري ثرو تماما، عمر سيك بيسجل، الفارق عم بيزيد، المباراة رايحة على اتجاه واحد. تمام عنده مصر جابر يرد بعد الاير بول سجل. عمر دايما بيتبعوا هالطريقة، لاحظوا بيطلع لعب ارتكاز لبرا، بيفضي منطقة تحت السلة، عم بيستفيدوا بقية اللاعبين. دايما عم بيعتمد المدرب فريق العربي، دايما بنشوف لاعب ارتكاز بيطلع بيستلم طابة خارج المنطقة عن زيح الفري بوكس تقريبا. ريباوند كمان كوزتين ورا بعض ما بينجح فيهم فريق خالد، لحاله خالد مرتاح ما بينجح. ريباوند لا ويت، تمريرة حلوة تحت السلة ما بينجح كمان، غريبة غريبة أول شيء التمريرة من وين كان عم يلعب كثير لحاله، غريبة كمان الباسكت اللي ما سجلت. عمر ما في فاول، بترجع تضل طابة للفريق العربي. في وقت خالد اللي معه اليوم 17 نقطة، امبارح كان عامل 30 نقطة. قبل هالجيم كان صار سجل بهالبطولة 1452 نقطة بمعدل 161 نقطة فاصل 33 بالمباراة الوحدة، يعني 80 نقطة تقريبا لكل فريق إذا بدنا نحسبهم هيك. تايم أوت ونرجع لأجواء هالمباراة. يزيد هنا و تركي اذر سايد وين بلاي داون وستارت فيك سكرين وتبقى انسايد شكرا سيدي. اوكي فلوان 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 راح يستلم هاندوك وبيك اندرول، انت تشتغل الشغل العادي بتاعك ما يهمك شيء في الديفانس. في الديفانس اون روفيا جوست سويتش يا بابا ليمون من اسبانو كوشا يلا جو العربي، بس تركيز كبير على البنش. بعد في 7 دقائق كمان لنهايه الجيم والفريق رايح تربح المباراه، بس تحسوا انه لا عربي جدي كثير فعلا، فريق رح يكون له حساب بهالبطوله. لاحظوا الديفنس عم بيخلوه يرتاح للاعب جابر كعبي هالكره.
مقطوعة ستيل من تانجي عم يقدم مباراة حلوة كثير. هون لاعب السيدو داي رجع على الملعب بالسلة ما بينجح سيدو غريبة سعيدو أو سيدو هي زيتا وين تبرى كمان لحظة دعم يعتمد على الشوت الفريق السعودي عارف صعب جدا انه يخترق السلة كمان محاولة ما بتنجح ريباوند لعمر سيك لعب رقم 14 لعب ارتكاز ساسي بالفريق سعيدو حاول يسلم دالين بس عليه رقابة بسيطة اللاعب الامريكي عمر لزميله ما بينجح هون خالد عبد الباسط كمان محاولة جديدة كمان على 3 بوينتس كمان تسديد 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 ما في غير شوت عم نشوفه للفريق السعودي كانت اخر محاولة لجابر عبد الباسط خطا بوشينج فاول اوفنسيف فاول على اللاعب خالد عبد الباسط بنرجع نشوفها ثبت حاله منيح اللاعب السعودي وعرف كيف يخطف هالخطا من عبد الباسط تبديل مع دخول اللاعب رقم 15 بفريق النصر حسن علي بدلا من ايوب بهوسوي تسديدة جديدة عن 3 بوينتس يا شباب ما في غيرها سلاح ما في غيرها شيء بالباسكتبول تسديد تسديد عن 3 بوينتس يعني اوكي في سايز عند الفريق العربي بس لاحظوا كل هجمة يعني 80% من هجمات او اكثر من هجمات فريق الفريق السعودي كلها عن 3 بوينتس الا اذا كان في فاست بريك مثل اللي عم تشوفه حاليا الا اذا كان في كونتر اتاك والا ما في غير 3 بوينتس خمس دقائق على الأقل عن نهاية المباراة، الفارق لا يزال كبير 31 نقطة كمان فاول كان ذكي كثير للفريق القطري من الخارج رجع لعبها فريق النصر فول لاحظوا كمان في تسديد لا برافو برافو رغم إنه ما تسجلت السلة رجع تبعها هون بس هيدا هو الباسكت الصح خرقوا الدفاع بلاعب سلاشر سريع ومرنوا اللاعبين بيكونوا فاضيين معكم هيك بقول لفهد اللاعب رقم ثلاثة أول مرة عم تشوفه بهالبطولة تحت السلة بكل قوة برافو للاعب خالد عبد الباسط فاول إن تمريرة حلوة كثير كانت على الحال يعني سعيد وهاي لزميله خروج عمر سيك يعني عم بيريح المدرب عم بيريح لاعبيه طبعا للمباريات المقبله بكره عنا موعدين كمان شباب كلانديا الفلسطيني مع سبورتينج المصري بالمجموعه الثانيه والاتحاد الاسكندري مع نادي بيروت هيدي مباراه ناريه بكره رح تتابعها الساعه بعد الاخبار على الام تي في تعليق سبيل العزيز توني بارود اللي عم بيولع اجواء البطوله حلوه كثير محاوله جديده كمان للاعب رقم 13 الفريق العربي توري احمد وين خطا ما في باسكت فارق كبير جدا 64 نقطه المباراه خلصت يعني شوف كثير تبديلات عم تشوفها بالفريق القطري خالد عم يدخل بدلا من هداف فريق اليوم اللاعب ديلن مباراة كبيرة للاعب الامريكي 25 نقطة تحية اكيد فريقه على البنش الجهاز الفني وقت وين عم يفشل بأول تسديدة وين ارنولد سنوات عم بيلعب بالدول العربية وين بالأهلي المصري
الرافع القطري سلا المغربي وبالنصر حاليا. لعب باسكت بول عربي كثير منيح. مباراة النسيان لفريق النصر. بداية كانت سيئة. عمل فريق كبير بأول كوارتر وخلص استمرت هيك. رجع فاتوا بشوية بأجواء الجيم بس it was too late يعني الفرق مينيموم نزل 14 نقطة بالجيم ورجع فريق العربي سيطر. سيطرة واضحة. أخذت فريق كثير كثير كبير. دقيقة ونص على النهاية كمان تبديلات عم يكون فيها مدرب فريق النصر. عارف انه جيم انتهى اكيد مش من هلا. وين عم بين سيرته المفضله بس ما عم ينجح فيها لهويته. اللاعب الامريكي سعيد داي لتوري. هون محاولة دخول على السلة لخالد عبد الباسط هو عم يرجع بيسجل منها توري. والفارق بعده عم يكبر يوصل ل 40 نقطة يا شباب. لحاله لاعب سعودي هون على السلة بيكبرها فوق. لاعبين ارتكاز دايما بتنجح المحاولة. سعيدو جديدة فهد اللاعب فهد درويش تابع زميله تحت السلة سعيدو دوي. كثير كثير كبير دقيقتين ونص اقل من دقيقتين ونص يعني تايم اوت هيك بس لمجرد طلب تايم اوت بتصور. توقف هذايا وبعدين ترجع هذا بيرجع هون في الزون ما تجيبوش لاعب شوتر الحال. نرجع لاجواء المباراة اخر دقيقتين و27 ثانية. خالد صار بكره لتشجعوا فريق بيروت بمواجهة الاتحاد الاسكندري ضمن منافسات المجموعة الأولى. مباراة كثير مهمة يعني هالمجموعة الأولى فيها الاتحاد الاسكندري فيها بيروت فيها النصر السعودي العربي القطري وأهلي سيداب من مصدر عمان. الفرق الأبرز الثلاثة رح تكون طبعا العربي وبيروت والاتحاد. بكره مباراة مهمة على صدارة المجموعة. بتعرفوا يعني صدارة مهمة كثير للهروب من أقوى فرق المجموعة الثانية بعدين بالأدوار الأدوار الإقصائية. بتعرفوا هونيك في سلا المغربي في هومنتمن في سبورتنج المصري يعني كمان فرق ثلاثة مستوى عالي إلى جانب أكيد الفتح السعودي وتلانتي الفلسطيني. بس فعلا بطولة فيها ست فرق فينا نقول من أصل عشرة بمستوى قادر ينافس على اللقب. تخيلوا 60% من الفرق عم تنافس لبرا. كمان كل تسرع جدا كان اللاعب رقم خمسه بالتمريره يعني فريق النصر تركي مهنا. حاول يمرر لزميله ايوب هوسوي. اخر دقيقه ونص سعيد تحت السله حلو كثير تمريره بس استلام عنيف
سلامات سلامات اللاعب القطري اللي عم نشوف شو اللي صار. ما كان شايف، كان شايف تمريره يعني من زميله على كل حال، كان منتبه لها التمريره. سعيدو لاعب خالد نصر، نصر نصر صبر معي لبنانية. فهد على ثلاث نقاط ما بينجح لاعب قطري، تمريره طويله توصل بيسجل هالمره. الشافي بتيري لاعب رقم اربعه بفريق مصر السعودي. فاول باسكت مش فاول، كثير عم نشوف اوفنسيف فاولز بهالبطوله امبارح واليوم، يعني نلاحظ كثير في اخطاء هجوميه. اخر دقيقه واربع ثواني، بتصور رح يكون في فير بلاي باخر ثواني هالمباراه مثل ما شفنا بمباراه هومنتمن مع الفتح السعودي. مبروك مره جديده للفريق اللبناني، صار كبير كان بهالمباراه 96-63 فاز هومنتمن. تابعنا الجيم على ان تي في. هون التريب تو ماتش تريب، تو ماتش تريب يا خالد، طبيعه تخسر الكره. تحيه هون كمان لكل جهاز الامن موجود، لجنه الملاعب موجوده معنا كمان بمجمع الشيح الثقافي الرياضي، كمان لقوى الامن الموجوده خارج الملعب وعلى داخل الملعب، ولجنه المنظمه كمان اللي عم تقوم بعمل كثير كبير لنجاح هالبطوله. اخر 20 ثانيه لعبوها فير بلاي يا شباب، خلص هيدي هي 93-58 فارق كثير كبير عم تنتهي فيه المباراه. فوز واضح وصريح للفريق العربي القطري، اول فوز له ببطوله الانديه العربيه ال 31 بالباسكت بول. الوقت تلقى فريق النصر خسارته الثاني، معه فوز واحد وخسارتين لهلا فريق النصر بهالمجموعه الاولى، خسارتين مع الاتحاد السكندري ومع العربي القطري، خسارتين منطقيتين يعني مع فريقين يتفوقوا عليه من ناحيه الخبره، من ناحيه امكانيات اللاعبين ومستوى الفريق بشكل عام. ننتقل لزميلتنا جيال لاجراء المقابله. اولا الف مبروك، لعبتوا مباراه فيها تجانس وفيها لعب مشترك على عكس فريق النصر، خبرنا قد ايه هالشيء رح يقدر يوصلكم لمراحل بعيده بالبطوله، وقد ايه شايف عندكم امل بهيدي المشاركه؟ طبعا الحمد لله على اول فوز لينا في البطوله، يمكن فوز مهم جدا. ثاني جيم لينا، اول جيم كان ضد نادي الاتحاد السكندري يمكن ما توفقناش وخسرنا المباراه. زي ما قلت قبل كده احنا بناخد كل جيم بجيمه، يعني احنا ما بنبصش للجيم اللي بعد كده. عندنا مباراه قويه ضد اهلي سداب المباراه القادمه ان شاء الله، نقدر نقدم ان شاء الله مستوى كويس ونقدر نكسب مباراتين قادمتين ان شاء الله. شكرا لك، نتمنى لكم كل التوفيق. عفوا، شكرا. شكرا جيال، بتصور بطل عنا بعطيه مقابلات. خلصنا. طيب بتشكر كل اللي كانوا معنا اليوم، كل اللي تابعوا هالمباراه القويه لفريق العربي اكيد الفاز فيها بشكل كبير على فريق النصر السعودي. بكره ما تنسوا الموعد، فريق بيروت بحاجه لحضوركم الكبير بمجمع اكيد مجمع المباراه، نسينا الاسم، مجمع الشيح الثقافي الرياضي. فريق بيروت عنده مباراه قويه كثير مع فريق الاتحاد الاسكندري. كيال بكره بدها دعم كبير، بقى ندعي الجمهور من الكل يكون موجود لنقدر نربح ان شاء الله بكره. جود لك لفريق بيروت ولكل الانديه، وان شاء الله نشوف مستوى عالي بهالبطوله، اكيد رح نشوف مستوى اكبر بالادوار الاقصائيه. بلاقيكم بكره بموعد موعدين جديد على ام تي في و1. We'll be right back.
you